بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 102. مؤلف رحمه الله تعالى ثم كان لهم مجمع خامس، وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له أوطيسوس يقول: إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الكتاب سماه مؤلفه ابن القيم رحمه الله إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. الشيطان يصطاد بني آدم ويوقعهم فيما حرم الله، فهذا الكتاب فيه بيان أسباب النجاة من مصائد الشيطان، وهو كتاب نفيس فيه فائدة عظيمة أو فوائد عظيمة للمسلمين إذا رجعوا إليه وقرأوه بتمعن، فإن الله ينفعهم به من هذا العدو الشيطان الرجيم الذي يكيد لهم ليوقعهم في هذه المصائد الشيطانية. وقد قرأنا جملة منه فيما مضى، ونواصل إن شاء الله قراءته حتى نستفيد منه ونفيد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم كان لهم مجمع خامس، يعني لليهود، مجامع اليهودية، مجامع خبيثة. اليهود لهم مجامع خبيثة يكيدون للبشرية، ولكن الله فضحهم وبين كيدهم حتى يسلم المسلمون من شرهم في كل زمان ومكان. نعم. وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب يقال له أوطيسوس يقول: إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في الطبيعة. وهذا من الغلو في المسيح عليه السلام، من غلو اليهود في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقول إن المسيح ليست طبيعته كطبيعتنا ولا خلقته كخلقتنا، مع أن الله سماه عيسى بن مريم لأنه ليس له أب، وإنما هو من نفثة جبريل عليه السلام في أمه، أمره الله أن ينفث في مريم فحملت بعيسى عليه السلام، وهو روح الله وكلمة الله ألقاها إلى مريم. نعم. يقول: إن جسد المسيح ليس هو مع أجسادنا في الطبيعة، وإن المسيح قبل التجسد طبيعتان وبعد التجسد طبيعة واحدة. هذا من كلام باطل، والمسيح عليه السلام آدمي كبني آدم، وإنما فضله الله بالنبوة، وفضله لأنه من روح جبريل عليه السلام. نعم. وهذه مقالة اليعقوبية. فرحل اليعقوبية فرقة من اليهود. نعم. فرحل إليه أسقف دولته فناظره فقطعه وأدحض حجته. والأسقف هو الرئيس عند اليهود، يقولون كذا، إنه رحل إليه الأسقف الذي هو رئيس اليهود
فناظره فخصمه المسيح عليه السلام، وهذا من الكذب، هذا من كذب النصارى وافترائهم، وهم أصحاب الكذب. نعم. فرحل إليه أسقف دولته فناظره فقطعه وأدحض حجته، ثم سار إلى قسطنطينية فأخبر بتركها بالمناظرة وبانقطاعه، فأرسل بترك الإسكندرية إليه فاستحضره وجمع جمعا عظيما. بترك فأرسل بترك الإسكندرية إليه فاستحضره وجمع جمعا عظيما، وسأله عن قوله فقال: إن قلنا إن المسيح طبيعتان فقد قلنا بقول نسطورس، ولكننا نقول إن المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد، لأنه من طبيعتين كانتا قبل التجسد، فلما تجسد زالت عنه الإثنينية وصار طبيعة واحدة وأقنوما واحدا. هذا من كذب اليهود على المسيح عليه السلام، إنما هو كبني آدم، آدمي كبني آدم. نعم. فقال له بترك القسطنطينية إن كانت بترك فقال له بترك القسطنطينية إن كان المسيح طبيعة واحدة فالطبيعة القديمة هي الطبيعة المحدثة، وإن كان القديم هو المحدث فالذي لم يزل هو الذي لم يكن، ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث لكان القائم هو القاعد والحار هو البارد. فأبى أن يرجع عن مقالته فلعنوه، فاستعدى إلى الملك وزعم أنهم ظلموه، وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة. هذا من الكذب على المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والكذب مهنة اليهود. نعم. فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أقسيس، فثبت بطريق الإسكندرية مقالة أوطيوس، وقطع بتاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس وسائر البتاركة والأساقفة، وكتب إلى بترك رومية وإلى جماعة البتاركة والأساقفة، فحرمهم ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطيسوس. نعم. يعني ففسدت الأمانة، يعني هددهم بأن يلزموا هذه المقالة الباطلة في المسيح، وإلا فإنه سيقاطعهم ويبعدهم، وهذا من كيد اليهود. نعم. ففسدت الأمانة وصارت من كيد النصارى، هذا من كيد النصارى. نعم. ففسدت الأمانة وصارت المقالة مقالة أوطيسوس، وخاصة بمصر والإسكندرية، وهو مذهب اليعقوبية، مذهب باطل في حقيقة المسيح عليه الصلاة والسلام، وأنه آدمي ولدته امرأة من بني آدم فهو آدمي وروحه كأرواح بني آدم. نعم. فافترق هذا المجمع الخامس وهم بين لاعن وملعون وضال ومضل، وقائل يقول الصواب مع اللاعنين، وقائل يقول الحق مع الملاعين. نعم. هذا من اختلاف النصارى ومن كذبهم. ففي حقيقة المسيح عيسى بن مريم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. فافترق هذا المجمع الخامس وهم بين لاعن وملعون وضال ومضل، وقائل. نعم. هذه طبيعة الضالين المنحرفين، أنهم ليس أحد منهم على جادة واضحة، وكل طائفة تكفر الأخرى وتلعنها، وهذا من كيد الشيطان لهم، من مصائد الشيطان التي اصطادها
اصطادهم بها. والحمد لله، الحق واضح، والمسيح هو ابن مريم، آدمي خلقه الله مما يخلق منه البشر في نفخة جبريل عليه السلام. نعم. وقائل يقول الصواب مع اللاعنين، وقائل يقول الحق مع الملاعين. ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مرقيون، فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد، فأعلموه من كان من ظلم ذلك المجمع وقلة الإنصاف، وأن مقالة أوطيسوس قد غلبت على الناس وأفسدت دين النصرانية، فأمر الملك باستحضار سائر البتاركة والبطارقة والأساقفة إلى حضرته، فاجتمع عنده 630 أسقفا، فنظروا في مقالة أوطيسوس وبترك الإسكندرية التي قطع بها جميع البتاركة، فأفسدوا مقالتهما ولعنوهما، وأثبتوا أن المسيح إله وإنسان، ومع الله في اللاهوت ومعنا في الناسوت، له طبيعتان تامتان، فهو تام باللاهوت تام بالناسوت، وهو مسيح واحد. لعنهم الله على هذه المقالات الباطلة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، أم مريم عليه السلام صديقة، ومقام الصديق هو أعلى المقامات لبني آدم، أعلى المقامات مقامة الصديق. نعم. والصديق كثير الصدق، الصديق كثير الصدق وكثير التصديق بالحق، هذا هو الصديق. نعم. وهذه مرتبة لم ينلها في هذه الأمة إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فمرتبة الصديقية بعد مرتبة النبوة، من النبيين والصديقين. نعم. وثبتوا قول 318 أسقفا، وقبلوا قولهم بأن الابن مع الله في المكان، وأنه إله حق مع إله حق. نعم. نسأل الله العافية. يقولون المسيح إله حق مع الله جل وعلا، وهذا من كذبهم وضلالهم وافترائهم. فالمسيح بين الله حقيقته في هذه الآية: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. ولعنوا أريوس وقالوا إن روح القدس إله، وقالوا إن الأب وروح القدس واحد بطبيعة واحدة وأقانيم ثلاثة. أقانيم يعني صفات، واحد بثلاث صفات، وهذا من المستحيل أن يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحد أبدا، ما يكون الثلاثة واحد ولا الواحد ثلاثة، هذا من المستحيل، وهم يعتقدون هذا مع أنه مستحيل وكذب. نعم. وثبتوا قول أهل المجمع الثالث وقالوا إن مريم العذراء ولدت إلها ربنا يسوع المسيح الذي هو الله جل وعلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بين الله ذلك في هذه السورة الوجيزة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه أبطلت عقائد النصارى. نعم. وثبتوا قول أهل المجمع الثالث وقالوا إن مريم العذراء ولدت إلها
ربنا يسوع المسيح الذي هو مع الله في الطبيعة ومعنا في الناسوت. وقالوا إن المسيح طبيعة الناس الناسوت نعم الذي هو مع الله في الطبيعة ومعنا في الناسوت. يقولون اتحد الناسوت في اللاهوت تعالى الله عما يقولون، يعني اختلط الإنسان بالله عز وجل. نعم. وقالوا إن المسيح طبيعتان وأقنوم واحد ولعنوا نسطورس، يعني أقنوم واحد يعني شخص واحد، شخص واحد لكنه ثلاثة. كيف يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ هذه عقيدتهم. نعم. ولعنوا نسطورس وبطرق الإسكندرية. الحمد لله، هذا الباطل يتلاعنون ويكذب بعضهم بعضا، وأهل الحق يتناصرون ويؤيد بعضهم بعضا، لأنهم على طريق إلهي واضح لا يختلفون. نعم. فانفض هذا المجمع وهم ما بين لاعن وملعون. ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام إنسطاس الملك، وذلك أن سورس القسطنطين جاء إلى الملك فقال إن أصحاب ذلك المجمع 630 قد أخطأوا، والصواب ما قاله أوطيسوس وبترك الإسكندرية، فلا تقبل ممن سواهما، واكتب إلى جميع بلادك أن العنوا 630، وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة وأقنوم واحد. فأجابه الملك إلى ذلك. فلما بلغ بترك بيت المقدس جمع الرهبان فلعنوا أنسطاس الملك وسورس ومن يقول بمقالتهما، فبلغ ذلك الملك فغضب وبعث فنفل بترك إلى أيله، وبعث يوحنا بتركا على بيت المقدس لأنه كان قد ضمن للملك أن يلعن 630. فلما قدم إلى بيت المقدس اجتمع الرهبان وقالوا إياك أن تقبل سورس، ولكن قاتل عن 630 ونحن معك. ففعل وخالف الملك. فلما بلغه أرسل قائدا وأمره أن يأخذ يوحنا بلعنة أولئك، فإن لم يفعل أنزله عن الكرسي ونفاه. فقدم القائد وطرح يوحنا في الحبس، فصار إليه الرهبان في الحبس وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد، يعني سجنوا المسيح عليه السلام، سجنوا المسيح عليه السلام لأنه لم ينزل على مقالتهم بل لزم ما قاله الله له. نعم. فلما بلغه أرسل قائدا وأمره أن يأخذ يوحنا بلعنة أولئك، فإن لم يفعل أنزله عن الكرسي ونفاه. فقدم القائد وطرح يوحنا في الحبس، فصار إليه الرهبان في الحبس وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد أن يفعل ذلك، فإذا حضر فليقر بلعنة كل من لعنه الرهبان. فاجتمع الرهبان وكانوا 10,000 راهب، فلعنوا أوطيسوس ونسطورس وسورس ومن لا يقبل من أولئك 630. ففزع رسول الملك من الرهبان، وبلغ ذلك الملك فهم بنفي يوحنا. فاجتمع الرهبان والأساقفة فكتبوا إلى الملك أنهم لا يقبلون مقالة سورس ولو أريقت دماؤهم، وسألوه أن يكف أذاه عنهم. نعم. وكتب بترك رومية إلى الملك بقبح فعله وبلعنه، فانفض هذا المجمع على اللعنة أيضا. وكان لسورس تلميذ يقال له يعقوب البراذعي، لأنه كان يلبس من قطع براذع الدواب يرقع بعضها ببعض، وإليه ينسب يعاقبه فأفسد أمانة القوم.
ثم هلك أنسطاس الملك وولي بعد قسطنطين، فرد كل من كان نفاه أنسطاس إلى موضعه، وكتب إلى بيت المقدس بأمانته. فاجتمع الرهبان وأظهروا كتابه وفرحوا به، وأثبتوا قول 630 أسقفا، وغلبت اليعقوبية على الإسكندرية، وقتلوا بتركا يقال له بولس، وكان ملكانيا. فولى الملك إسطيانوس، فأرسل قائدا ومعه عسكر عظيم إلى الإسكندرية، فدخل الكنيسة في ثياب البتركة وتقدم وقدس، فرموه بالحجارة حتى كادوا يقتلونه، فانصرف وتوارى عنهم. ثم أظهر لهم بعد 3 أيام أنه أتاه كتاب من الملك، وأمر الحرس أن يجمعوا الناس لسماعه، فلم يبقى أحد بالإسكندرية حتى حضر لسماعه. وكان قد جعل بينه وبين جنده علامة إذا هو فعلها وضيعوا السيف في الناس، فصعد منبر. وضعوا أحسن الله إليك، وضعوا السيف في الناس. نعم. فصعد المنبر وقال: يا معشر أهل الإسكندرية، إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة اليعاقبة، وإلا لم تأمنوا أن يوجه الملك إليكم من يسفك دماءكم. فرموه بالحجارة حتى خاف على نفسه، فأظهر العلامة، فوضعوا السيوف على من بالكنيسة، فقتل خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى، حتى خاض الجند في الدماء، وظهرت مقالة الملكانية بالإسكندرية. ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن، وذلك أن أسقف منبج كان يقول بالتناسخ، وأنه ليس ثمة قيامة ولا بعث. تناسخ، مذهب التناسخية أن الأرواح لا تموت وإنما تذهب إلى أجساد أخرى، فإذا خرجت بالوفاة من شخص فإنها تذهب إلى شخص آخر، وهكذا لا تموت. نعم. وذلك أن أسقف منبج كان يقول بالتناسخ، وأنه ليس ثمة قيامة ولا بعث، وكان أسقف الرها وأسقف المصيصة وأسقف ثالث يقولون إن جسد المسيح خيال غير حقيقة. فحشرهم الملك إلى قسطنطينية، فقال لهم بتركها: إن كان جسده خيالا فيجب أن يكون فعله خيالا وقوله خيالا، وكل جسد نعينه لأحد من الناس أو فعل أو قول فهو كذلك. وقال له: إن المسيح قد قام من الموتى، وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس يوم الدين. واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله: إن كل من في القبور، يقولون إن المسيح قتل ثم قام من القبر، يسمون كنيسة القيامة، يعني قيام المسيح من القبر، وهذا كذب وبهتان، فإن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لم يقتل ولم يسلطهم الله عليه، رغم أنهم اجتمعوا مع ملكهم وحاصروه يريدون قتله، فرفعه الله من بينهم، رفعه الله إليه، قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقي شبه المسيح على الذي دلهم عليه، فقتلوا الذي دلهم، يظنون أنه المسيح وهو ليس كذلك، وإنما الله عاقبه فألقى عليه شبه المسيح عقوبة له على دلالتهم على مكان المسيح عليه السلام، ولكن شبه لهم، رفعه الله من بينهم ولم يشعروا بذلك.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يعني قابضك، ما هو متوفيك يعني بالموت، لا، التوفي هو القبض، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، يعني من اليهود، إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم. وقال له إن المسيح قد قام من الموتى وأعلمنا أنه كذلك يقوم الناس يوم الدين، واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله إن كل من في القبور إذا سمعوا قول الله سبحانه يحيون، فأوجب عليهم اللعنة. نعم، المسيح عليه السلام يكلم الموتى، المسيح عيسى بن مريم يكلم الموتى ويكلمونه، يردون عليه بما طلب منهم، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. نعم. فأوجب عليهم اللعن وأمر الملك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه، واستحضر بتاركة البلاد، فاجتمع عنده 164 أسقفا، فلعنوا أسقف منبج وأسقف المصيصة. هذا قرأناه لكن أنت أعدته. نعم. نعم. وثبتوا أن جسد المسيح حقيقة لا خيال. نعم، هذا هو الحق. نعم. وأنه إله تام وإنسان تام. هذا باطل، ليس إلها، وإنما هو رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم. وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئتين وفعلين، أقنوم واحد يعني جسد واحد، كيف يكون هذا؟ نعم. وأن الدنيا زائلة. نعم، الدنيا زائلة. وأن القيامة كائنة. نعم، هذا حق. نعم. وأن المسيح يأتي بمجد عظيم. نعم، وهذا حق. نعم. فيدين الأحياء والأموات كما قال 300. فيدين الأحياء والأموات كما قال 300. يعني يخطئهم. نعم. كما قال 318 الأوائل. فتفرقوا على ذلك. سبحان الذي أطلع الإمام ابن القيم على هذه المقالات وحصرها. نعم. ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تلاعنوا فيه، وذلك أنه كان برومية راهب له تلميذان، فجاء إلى قسطى الوالي فوبخه على قبح مذهبه وشناعة كفره، فأمر به قسطى فقطعت يداه ورجله ونزع لسانه، وفعل بأحد التلميذين كذلك، وضرب الآخر بالسياط ونفاه، فبلغ ذلك ملك القسطنطينية فأرسل إليه أن يوجه إليه من أفاضل الأساقفة ليعلم وجه هذه الشبهة ومن كان ابتدأ بها، ويعلم من يستحق اللعن. فبعث إليه 140 أسقفا 300 شماس، فلما وصلوا إليه، شمامس من النصارى. نعم. فلما وصلوا إليه جمع الملك 168 أسقفا فصاروا 292 وأسقطوا الشمامسة. وكان رئيس هذا المجمع بطرق قسطنطينية وبطرق أنطاكية، فلعنوا من تقدم من القديسين والبتاركة واحدا واحدا، فلما لعنوهم جلسوا فلخصوا الأمانة وزادوا فيها ونقصوا، فقالوا نؤمن بأن الواحد من الناسوت الابن الوحيد الذي هو الكلمة الأزلية الدائم المستوي مع الأب الإله في الجوهر الذي هو ربنا يسوع المسيح. هذا كلام باطل والعياذ بالله. نعم. الذي هو ربنا يسوع المسيح بطبيعتين تامتين وفعلين ومشيئتين في أقنوم واحد،
ووجه واحد تاما بلاهوته تاما بناسوته، وشهدت أن الإله الابن في آخر الأيام اتخذ من العذراء السيدة مريم القديسة جسدا إنسانا بنفس ناطقة عقلية، وذلك برحمة الله تعالى. محب البشر في هذا حق وباطل. نعم. محب للبشر ولم يلحقه اختلاط ولا فساد ولا فرقة. هذا صحيح، كلام جيد. نعم. ولا فصل، ولكن هو واحد يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته، وما يشبه الإله أن يعمله في طبيعته. وهذا باطل. نعم. الذي هو الابن الوحيد والكلمة الأزلية المتجسدة. وهذا كلام باطل. التي صارت في الحقيقة. الله ليس له ابن. نعم. لم يلد ولم يولد. نعم. والكلمة الأزلية المتجسدة التي صارت في الحقيقة لحما كما يقول الإنجيل المقدس، من غير أن ينتقل من مجده الأزلي. الإنجيل الذي دسوا فيه وكذبوا فيه. نعم. كما يقول الإنجيل المقدس، من غير أن ينتقل من مجده الأزلي، وليست بمتغيرة، لكنها بفعلين ومشيئتين وطبيعتين، إلهي وإنسي. أما الإنجيل الذي أنزله الله فهو حق وصدق ووحي من الله جل وعلا. نعم. الذي بهما يكمل قول الحق، وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبها مشيئتين غير متضادتين ولا متصارعتين، ولكن مع المشيئة الإنسية المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء. هذه أمانة هذا المجمع، فوضعوها ولعنوا من لعنوه. وبين المجمع الخامس الذي اجتمع فيه 630 وبين هذا المجمع 100 سنة. ثم كان لهم مجمع عاشر، وذلك لما مات الملك وولي ابنه بعده، واجتمع أهل المجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل، فجمع الملك 130 أسقفا فثبتوا قول أهل المجامع الخمسة ولعنوا من لعنهم وخالفهم وانصرفوا بين لاعن وملعون. فهذه 10 مجامع كبار من عشرة مجامع كبار. نعم. من مجامعهم مشهورة اشتملت على أكثر من 14,000 من البتاركة والأساقفة والرهبان، كلهم ما بين لاعن وملعون. فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيام المسيح ووجود أخباره فيهم، والدولة دولتهم والكلمة كلمتهم. إذا كان هذه أقوالهم مع قربهم من عهد المسيح، فكيف بأقوالهم لما تطاول الزمان وامتد الوقت؟ إن كذبهم سيزيد ويزيد، وهكذا من ضل عن الحق فإنه يبتلى بالباطل، فإنه يبتلى بالباطل والعياذ بالله. من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل. نعم. والدولة دولتهم والكلمة كلمتهم، وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا، واهتمامهم بأمر دينهم واحتفالهم به كما ترى، وهم حيارى تائهون ضالون مضلون، لا يثبت لهم قدم ولا يستقيم. هذا تعقيب ابن القيم عليهم. نعم. وهم حيارى تائهون ضالون مضلون. نعم. لا يثبت لهم قدم ولا يستقر لهم قول في إلههم، بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه وصرح بالكفر. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه حالهم، تبعوا السبل وتفرقوا. نعم. بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه وصرح بالكفر والتبري ممن اتبع سواه، قد تفرقت بهم في نبيهم وإلههم الأقاويل،
وهم كما قال الله تعالى: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، أضلوا الناس كثيرا من الناس. نعم. فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم، أهل البيت الواحد من النصارى، نعم، لأجابك الرجل بجواب، وامرأته بجواب، وابنه بجواب، والخادم بجواب. نعم، هذا شأن من ترك الحق، فإنه يتخبط في الأقوال. نعم. فما ظنك بمن في عصرنا هذا وهم نخالة في عصر ابن القيم يعني؟ نعم. فما ظنك بمن في عصرنا هذا وهم نخالة الماضين وزبالة الغابرين ونفاية المتحيرين، وقد طال عليهم الأمد وبعد عهدهم بالمسيح ودينه، وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل من الفاسفة والملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه، فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على هذا الوجه، ولا ريب أن هذا دين لا يقبله عاقل، فتواصى أولئك بينهم أن يتمسكوا بما هم عليه، وساءت ظنونهم بالرسل والكتب، ورأوا أن ما هم عليه من الآراء أقرب إلى المعقول من هذا الدين، وقال لهم هؤلاء الحيارى الضلال إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح. كذبوا. نعم. وقال لهم هؤلاء الحيارى الضلال إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح. حق. إن هذا هو الحق. هو الحق. هو الحق الذي جاء به المسيح. فتركب من هذين الظنين الفاسدين إساءة الظن بالرسل وإحسان الظن بما هم عليه. سأل الله الباطل. سأل الله النجاة من الباطل. نعم. ولهذا قال بعض ملوك الهند وقد ذكرت له الملل الثلاث، فقال: أما النصارى فإن كان محاربوهم من أهل الملل يحاربونهم بحكم شرعي، فإني أرى ذلك بحكم عقلي، وإن كنا لا نرى بحكم عقولنا قتالا، ولكن أستثني هؤلاء القوم من بين جميع العوالم، لأنهم قصدوا مضادة العقل وناصبوه العداوة، وحلوا ببيت الاستحالات، وحادوا عن المسلك الذي انتهجه غيرهم من أهل الشرائع، فشدوا عن جميع مناهج العالم الصالحة العقلية والشرعية، واعتقدوا كل مستحيل ممكنا، وبنوا على ذلك شريعة لا تؤدي البتة إلى صلاح نوع من أنواع العالم، إلا أنها تصير العاقل إذا تشرع بها أخرقا، والرشيد سفيها، والمحسن مسيئا، لأن من كان أصل عقيدته التي جرى نشؤه عليها الإساءة إلى الخالق والنيل منه ووصفه بضد صفاته الحسنى، فأخلق به أن يستسهل الإساءة إلى المخلوق مع ما بلغنا عنهم من الجهل وضعف العقل وقلة الحياء وخساسة الهمة. هذا تعقيب ابن القيم على هذه المقالة. نعم. فهذا وقد ظهر لهم من باطلهم وضلالهم غيظ من فيض، وكانوا إذ ذاك أقرب عهدا بالنبوة. وقال أفلاطون رئيس سدنة الهياكل بمصر، وليس بأفلاطون تلميذ سقراط، ذاك طيب. أقدم من هذا. أفلاطون تلميذ سقراط، هذا طيب. نعم. لما ظهر محمد بتهامه ورأينا أمره يعلو على الأمم المجاورة له، رأينا أن نقصد اصطفنا البابلي لنعلم ما عنده ونأخذ برأيه، فلما اجتمعنا على الخروج من مصر رأينا أن نصير إلى قارطيس معلمنا وحكيمنا لنودعه، فلما دخل عليه ورأى جمعنا فلما دخلنا عليه ورأى جمعنا أيقن أن الهياكل قد خلت منا، فغشي عليه حينا غشية ظننا أنه فارق الحياة فيها، فبكينا فأومأ إلينا أن كفوا عن البكاء، فتصبرنا جهدنا حتى هدأ وفتح عينيه وقال: هذا ما كنت أنهاكم عنه،
وأحذركم منه، إنكم قوم غيرتم فغير بكم، أطعتم جهالا من ملوككم فخلطوا عليكم في الأدعية، فقصدتم البشر من التعظيم بما هو للخالق وحده، فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مدح الكاتب، وإنما حركة القلم بالكاتب. نعم. ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذورين عظيمين لا يلطف ابن القيم. ومن المعلوم أن هذه الأمة ارتكبت محذورين عظيمين لا يرضى بهما ذو عقل ولا معرفة، أحدهما الغلو في المخلوق حتى جعلوه شريك الخالق وجزءا منه وإلها آخر معه وأنفوا أن يكون عبدا له، والثاني تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم حتى زعموا أنه سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا نزل من العرش عن كرسي عظمته ودخل في فرج امرأة وأقام هناك 9 أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو. اللي يقولون المسيح هو الله، هو الله، يزعمون أن الله جل وعلا دخل في فرج مريم ثم ولدته، تعالى الله عن ذلك. نعم. وقد علته أطباق المشيمة والرحم والبطن ثم خرج من حيث دخل رضيعا صغيرا يمص الثدي ولف في القمط، وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على الأيدي والعواتق، ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه وصفعوا قفاه وصلبوه جهرا بين لصين وألبسوه إكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه وجرعوه أعظم الآلام. نعم، هذا الصليب الموجود الآن على هذا الشكل، يزعمون أنه المسيح مصلوب، والله جل وعلا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالذي قتل وصلب هو الذي جاء يدلهم على مكان المسيح، لما بحثوا عنه يريدون قتله دلهم على مكانه، فلما اجتمعوا والمسيح بينهم رفعه الله من بينهم وهم لا يشعرون، وألقى شبهه على هذا المجرم فأخذوه وقتلوه وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، هذا هو الصليب الذي عند النصارى الآن. نعم. هذا وهو الإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم وهو المعبود المسجود له، ولعمر الله إن هذا تعقيب ابن القيم، ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه بها أحد من البشر قبلهم ولا بعدهم، كما قال تعالى فيما يحكي عنه رسوله الذي نزهه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فقال شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الأمة أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله عز وجل مسبة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الأمة يعني النصارى. نعم. أهينوهم ولا تظلموهم فلقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، ولعمر الله إن عباد الأصنام مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة وأعداء رسله عليهم السلام وأشد الكفار كفرا
يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تعالى، وهي من الحجارة والحديد والخشب، بمثل ما وصفت به هذه الأمة رب العالمين وإله السماوات والأراضين. وكان الله تعالى في قلوبهم أجل وأعظم من أن يصفوه بذلك أو بما يقاربه، وإنما شرك القوم أنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مربوبة محدثة. هذا دين النصارى، نعم. وزعموا أنها تقربهم إليه، لم يجعلوا شيئا من آلهتهم كفءا له، ولا نظيرا ولا ولدا، ولم ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الأمة. وعذرهم في ذلك أقبح من قولهم، فإن أصل معتقدهم أن أرواح الأنبياء عليهم السلام كانت في الجحيم في سجن إبليس من عهد آدم إلى زمن المسيح، فكان إبراهيم وموسى ونوح وصالح وهود معذبين مسجونين في النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة، وكان كلما مات واحد من بني آدم أخذه إبليس وسجنه في النار بذنب أبيه. هذه مقالة النصارى والعياذ بالله، نعم. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد رحمته برحمتهم وخلاصهم من العذاب تحيل على إبليس بحيلة فنزل عن كرسي عظمته والتحم ببطن مريم حتى ولد وكبر وصار رجلا، فمكن أعداءه اليهود من نفسه حتى صلبوه وقتلوه وسمروه وتوجوه بالشوك على رأسه، فخلص أنبياءه ورسله وفداهم بنفسه ودمه، فهرق دمه في مرضاة جميع ولد آدم إذ كان ذنبه باقيا في أعناق جميعهم، فخلصهم منه بأن مكن أعداءه من صلبه وتسميره وصفعه، إلا من أنكر صلبه أو شك فيه أو قال بأن الإله يجل عن ذلك فهو في سجن إبليس معذب حتى يقر بذلك، وأن إلهه صلب وصفع وسمر. فنسب الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكه وعبده، إلى ما يأنف عباد الأصنام أن تنسب إليه أوثانهم. وكذبوا الله عز وجل في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته، ونسبوه إلى أقبح الظلم حيث زعموا أنه سجن أنبياء حتى آدم ما سلم من شرهم، نعم، حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم بسبب خطيئة أبيهم، ونسبوه إلى غاية السفه حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه، ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة، ونسبوه إلى غاية النقص حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا. وبالجملة فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها وإلهها بما سبته به هذه الأمة النصرانية، نعم، كما قال عمر رضي الله عنه: إنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر. وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه وقال: لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب. ولهذا قال عقلاء الملوك: إن جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلا، إنهم عار على بني آدم مفسدون للعقول والشرائع. وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح ولا دينه البتة. فأول ذلك أمر القبلة، فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مطلع الشمس على علمهم أن المسيح عليه السلام لم يصلي إلى الشرق أصلا. النصارى يستقبلون طلوع الشمس في صلاتهم، يستقبلون الشمس في صلاتهم لأنها أم الأنوار بزعمهم، فيعبدون الشمس، نعم.
أمة منهم تعبد الشمس وهم يستقبلون الشمس في صلواتهم إلى الآن. نعم. بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو 300 سنة، وإلا فالمسيح إنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس وهي قبلة الأنبياء قبله، وإليها كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة وبعد هجرته 18 شهرا، ثم نقله الله عز وجل إلى قبلة أبيه إبراهيم. ومن ذلك أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا يرون الاستنجاء بالماء، فيبول أحدهم ويتغوط ويقوم بأثر البول والغائط، يتقربون إلى الله بالنجاسات، لا يستنجون من الغائط ولا يغسلون البول ولا يزعمون أن هذا عبادة لله عز وجل. نعم. ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة، فيستقبل الشرق ويصلب على وجهه. الثانية أنه لا يستقبل القبلة وإنما يستقبل الشرق الذي هو مطلع الشمس. نعم. ويصلب على وجهه ويحدث من يليه. يصلب على وجهه يعني ينقش الصليب على وجهه. نعم. ويحدث من يليه بأنواع الحديث كذبا كان أو فجورا أو غيبة أو سبا وشتما، ويخبره بسعر الخمر ولحم الخنزير وما شاكل ذلك. نعم. ولا يضر ذلك الصلاة ولا يبطلها، وإن دعته الحاجة إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي ولا يضر صلاته. وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة قبيح جدا، وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب. ومن العجب أنهم يقرؤون في التوراة ملعون من تعلق بالصليب، وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يلعنون عليه، ولو كان لهم أدنى عقل لكان الأولى بهم أن يحرقوا الصليب حيث وجدوه. نعم، هذا من غباوتهم أنهم يعبدون الصليب الذي يزعمون أنه صلب عليه المسيح عليه السلام، يعبدون الصليب، وكان اللائق بهم أن يكسروا الصليب ولا يعبدونه، لكن هذا من غباوتهم ومن عقوبتهم. نعم. لكان الأولى بهم أن يحرقوا الصليب حيث وجدوه. نعم. ويكسروه ويضمخوه بالنجاسة، فإنه قد صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم، وأهين عليه وفضح وخزي، فيا للعجب بأي وجه بعد هذا يستحق الصليب التعظيم لولا أن القوم أضل من الأنعام. نعم. وتعظيمهم للصليب مما ابتدعوه في دين المسيح بعده بزمان، ولا ذكر له في الإنجيل البتة، وإنما ذكر في التوراة باللعن لمن تعلق به، فاتخذته هذه الأمة معبودا يسجدون له. وإذا اجتهد النصرانية يعني. نعم. وإذا اجتهد أحدهم في اليمين بحيث لا يحنث ولا يكذب حلف بالصليب، ويكذب إذا حلف بالله ولا يكذب إذا حلف بالصليب. ولو كان لهذه الأمة أدنى مسكة من عقل لكان ينبغي لهم أن يلعنوا الصليب من أجل معبودهم وإلههم حيث صلب عليه، كما قالوا إن الأرض لعنت من أجل آدم حين أخطأ، وكما لعنت الأرض حين قتل قابيل أخاه، وكما في الإنجيل إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. فلو عقلوا لكان ينبغي لهم ألا يحملوا صليبا ولا يمسوه بأيديهم ولا يذكرونه بألسنتهم، وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم عن ذكره. ولقد صدق القائل عدو عاقل خير من صديق أحمق، لأنهم بحمقهم قصدوا تعظيم المسيح فاجتهدوا في ذمه. يقول ابن عبد القدوس في قصيدته
ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. نعم. ولقد صدق القائل: عدو عاقل خير من صديق أحمق، لأنهم بحمقهم قصدوا تعظيم المسيح فاجتهدوا في ذمه وتنقصه والإزراء به والطعن عليه، وكان مقصودهم بذلك التشنيع على اليهود وتنفير الناس عنهم وإغراءهم بهم، فنفروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظم تنفير، وعلموا أن الدين لا يقوم بذلك، فوضع لهم رهبانهم وأساقفتهم من الحيل والمخاريق وأنواع الشعبذة ما استمالوا به الجهال وربطوهم به، وهم يستجيزون ذلك ويستحسنونه ويقولون يشد دين النصرانية، وكأنهم إنما عظموا الصليب لما رأوه قد ثبت لصلب إلههم، ولم ينشق ولم يتطاير ويتكسر من هيبته لما حمل عليه. وقد ذكروا أن الشمس اسودت وتغير حال السماء والأرض، فلما لم يتغير الصليب ولم يتطاير استحق عندهم التعظيم وأن يعبد. ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصليب جار مجرى تعظيم قبور الأنبياء، فإن كان قبر المسيح وهو عليه ثم لما دفن صار قبره في الأرض وليس وراء ذلك الحمق والجهل حمق، فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها شرك، بل من أعظم الشرك. وقد لعن إمام الحنفاء وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لعنهم الله، حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأصل صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال هذا وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. نعم، يحذر ما صنعوا. نعم. وأصل الشرك وعبادة الأوثان من العكوف على القبور واتخاذها مساجد. نعم، تطور العكوف على القبور، يعني الجلوس عندها والاكثار من زيارتها، هذا يصير أصحابها إلى العبادة، يستجرهم الشيطان شيئا فشيئا من تعظيم القبور إلى الشرك. نعم. ثم يقال: فأنتم تعظمون كل صليب ولا تخصون التعظيم بذلك الصليب بعينه، فإن قلتم الصليب من حيث هو يذكر بالصليب الذي صلب عليه إلى هنا، قيل: وكذلك الحفر تذكر بحفرته، فعظموا كل حفرة واسجدوا لها لأنها كحفرته أيضا، بل أولى. تعظيم القبر أولى من تعظيم الصليب في نظر العقول، في نظر العقول تعظيم القبر أعظم من أولى من تعظيم الصليب، لأن المسيح كما تزعمون قبر ودفن، كان الواجب عليكم أن تعظموا القبور. نعم. بل أولى، لأن خشبة الصليب لم يستقر على تنزلا معهم، وإلا فالمسيح لم يقتل ولم يصلب ولم يمت عليه السلام إلا في آخر الزمان، في آخر الزمان يموت عليه الصلاة والسلام ويدفن في بيت المقدس. نعم. قيل: وكذلك الحفر تذكر بحفرته، فعظموا كل حفرة واسجدوا لها. وقيل إنه يدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا هو الصحيح، أنه يدفن في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنها كحفرته أيضا، بل أولى، لأن خشبة الصليب لم يستقر عليها استقراره في الحفرة. ثم يقال: اليد التي مسته أولى أن تعظم من الصليب، فعظموا أيدي اليهود لمسهم إياه وإمساكهم له، ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي. فإن قلتم منع من ذلك مانع العداوة، فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك واختار، ولو لم يرض به لم يصلوا إليه منه، فعلى هذا
فينبغي لكم أن تشكروهم وتحمدوهم إذا فعلوا مرضاته واختياره الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين والقديسين من الجحيم ومن سجن إبليس. فما أعظم منة اليهود عليكم وعلى آبائكم وعلى سائر النبيين من لدن آدم عليه السلام. سمونا عيسى عليه السلام المخلص، أنه صبر على القتل والصلب لأجل أن يخلص بني آدم من خطيئة آدم عليه السلام الذي تاب منها آدم وقبل الله توبته. فهم كذبوا على آدم عليه الصلاة والسلام، كذبوا على المسيح، كذبوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. من لدن آدم عليه السلام إلى زمن المسيح. والمقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله الأمة يعني النصارى. نعم. والمقصود أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه وتنقص نبيهم وعيبه ومفارقة دينه بالكلية، فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح، لا في صلاتهم ولا في صيامهم ولا في أعيادهم، بل هم في ذلك أتباع كل ناعق، مستجيبون لكل ممخرق وباطل، ممخرق وباطل، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها، وتركوا ما أتت به. وإذا شئت أن ترى التغيير في دينهم فانظر إلى صيامهم الذي يكفي نقل عند أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما المقصود أن عيسى عليه السلام روح الله؟ لأنه من جبريل عليه السلام، من نفخة جبريل، من نفخة جبريل عليه السلام، وجبريل هو روح الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نفخنا فيه من روحنا الذي هو جبريل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هو اللاهوت وما هو الناسوت؟ اللاهوت الإله، والناسوت الإنسان. يزعمون أن اللاهوت دخل في فرج الناسوت الذي هي مريم، تعالى الله عما يقولون، فولدته. يزعمون أن الله دخل في فرج مريم وأنها ولدته، ولدت المسيح الذي هو الله بزعمهم، لأنهم على ثلاث طوائف، منهم من يقول المسيح هو الله، وهذا أشنع المقالات، ومنهم من يقول المسيح ابن الله، وهذا كذب، فإن الله لم يلد ولم يولد، ومنهم من يقول المسيح ثالث ثلاثة، وهذا كذب، لأن الإله واحد وليس ثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أريوس صاحب المجمع الأول الذي دافع عن التوحيد يعد مسلما أم يدين أو يعتقد هو الظاهر؟ الظاهر أنه مسلم. نعم. الظاهر أنه مسلم، ملوكهم فيهم مسلمون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الإسكندرية المذكورة هي المدينة المعروفة الآن بمصر؟ أين هي سميت باسم الإسكندر المقدوني الذي أسسها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقال عن بعض اليهود والنصارى اليوم أنهم يقول ليس كلهم يقول هل يمكن أن يكون بعض اليهود والنصارى ليسوا بكفار لأنهم لم يسمعوا الإسلام؟ ما أحد من لم يسمع الإسلام. الإسلام انتشر بالأول بالجهاد، ولما توقف الجهاد انتشر بالإذاعات التي تسمع في المشرق والمغرب. الأذان وين يسمع؟ الأذان يسمعها المشرق والمغرب، كل الدنيا تسمع الأذان الآن، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى لتقوم الحجة على عباده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول:
كيف نجمع بين كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في النصارى وبين الآية الكريمة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ هذا في الآية في الذين أسلموا منهم، الذين أسلموا منهم يعني كانوا على دين صحيح، بمعنى أسلموا يعني كانوا على دين صحيح وفيهم مسلمون. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول: ما معنى متوفيك في قوله قابضك؟ توفيك قابضك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله نقل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قبلة أبيه إبراهيم. نعم. فهل كان إبراهيم يستقبل مكة؟ لا شك في هذا، كان يستقبل مكة عليه الصلاة والسلام، يستقبل الكعبة، هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من هم البتاركة والأساقفة؟ أتباع المسيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما أفضل الكتب المؤلفة في الرد على شبهات وأباطيل اليهود والنصارى؟ هذا الكتاب الذي معكم، هذا الكتاب الذي معكم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وكذلك كتاب العقل والنقل شيخ الإسلام بن تيمية، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، كتاب جيد. يقول ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم هذا الكلام إن أساس أنواع الشرك وأخطرها التشريع من دون الله والغاية من تزريق من لا ليس كذلك، ليس كذلك، بل التشريع من دون الله نوع من الشرك لكن ليس هو أعظم الشرك. نعم. يقول: والغاية من تنزيل الكتاب هو إقامة حكمه والعمل بشريعته. أي نعم، يعني المقصود من إنزال الكتاب الله هو التحكيم والعمل بشريعته، شريعة القرآن يعني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من صلى خلف إمام لا يعرف عقيدته وهو شاك فيه، يقول: هل صلاته صحيحة؟ الأصل في المصلي أنه مستقيم، أحسن الظن، صل مع المسلمين، إذا صلوا فصلي معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بلدنا يصنعون طاقية ويكتبون فيها آيات قرآنية أو أسماء من أسماء الله تعالى، فهل هذا الفعل جائز؟ لا، ما هو جائز، هذا يعرضها للإهانة، يعرض هذه الطاقية للإهانة ويبعث على تعظيمها، تعظيم هذه الطاقية، وهي خرقة كسائر الخرق، ما لا عظمة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: اكتشف أحد العباقرة برنامجا يسمى برنامج الاسترخاء والتنفس بلا إله إلا الله، يقول: تتنفس 10 مرات مسترخيا في اليوم بلا إله إلا الله. هذا لا أصل له، هذا لا أصل له وهو بدعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل يقول أن يأجوج ومأجوج لا بد أن نجعلهما من باب المجاز. نعوذ بالله، لأن يقول كل من يعرف العلوم، هذا تحريف لكلام الله وكلام رسوله، في يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج من بني آدم،
يأجوج ومأجوج من بني آدم، والله حبسهم بسد ذي القرنين، إذا جاء آخر الزمان يتسورونه ويخرجون على الناس. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أثبت سقراط وأفلاطون حدوث العالم، فما هو حدوث العالم؟ ما تعرف حدوث العالم؟ الحدوث هو الشيء الذي كان معدوما فوجد، والعالم كان معدوما ثم أوجده الله وخلقه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من طاف وفي ثوبه دم قدر الدرهمين، فما حكم طوافه؟ إذا كان لم يعلم به فطوافه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: امرأة مرضت مرضا لا يرجى برؤه، ودخل رمضان فصامت يوما، وأمرها الأطباء بعدم الصوم لأن مرضها يقول لأن مرضها خطير. هذا السؤال تكرر وأجبنا عليه، لماذا يردد؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: هل يجوز الترحم على أحد الوالدين إذا كان على غير الإسلام؟